فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أعجب الشخص بشيء في أخيه فهل يقول ما شاء الله أم أن هناك شيء آخر؟ ما شاء الله، هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أن يدعو له بالبركة، أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلها أذكار طيبة.